صباح الخير او مساء الخير حسب ما بتشوف الفيديو بتاعي. احب اعرفك بنفسي، انا محمد بدوي ويدنج فوتوغرافر، والنهارده فيديو جديد. فيديو النهارده عن ازاي تصور اول سيشن ليك، ولازم يبقى معاك حاجات معينه انا هحاول اعرفها لك وابسطها لك في الفيديو ده بابسط طريقه، بحيث ان المبتدئ واللي مش واخد باله من حاجات كتير قوي يفهمها وبكل بساطه. اول حاجه في يوم التصوير انك يبقى معاك كذا حاجه غير المعدات بتاعتك، زي مثلا انك لازم ما تبقاش متلهوج قدام العميل، ما ينفعش العريس يبقى شايفك مش فاهم حاجه في الكاميرا اللي معاك، لازم يبقى معاك اسيست مساعدك في كل حاجه، لازم تبقى فاهم مثلث التعريض، يعني اول ما تبص في الكاميرا تشوف الصوره محتاجه ايه تعرف تظبطها دايركت على طول. ما ينفعش تقول للعريس اللي قدامك لا استنى بس دقيقه اصل هظبط الكاميرا وارجع لك، لا طب استنى بس هعمل حاجه وهرجع لك، طب استنى هظبط الفلاش في المكان كذا، طب استنى هظبط الباك لايت. لازم يبقى معاك اسيست هو يدير الباك لايت، انت بس تشاور له وفاهم يعمل ايه، ولازم يبقى الشخص ده فاهمك كويس قوي. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه، لازم تصور رو. التصوير الرو بيتيح لك انك تعدل على الفيديو بصوره كويسه جدا 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 غير الجي بي جي. الجي بي جي هي صوره الكاميرا عدلت عليها بطريقه بسيطه خالص، انما الرو فهي الكاميرا بتديك ملف خام انت بتعدل عليه وبتسورس معاه في كل حاجه. هو ايه، الكاميرا بتدي لك حاجه كده اللي هي صورتها وخدتها ادتها لك بالظبط، ما عدلتش اي حاجه فيها، فبالتالي هيبقى معاك مساحه كبيره جدا جدا في التعديل عليها على الفوتوشوب. تمام، دي تاني حاجه. تالت حاجه، حاول تعمل ميتنج مع العريس والعروسه قبل السيشن. ليه تعمل ميتنج مع العريس والعروسه؟ علشان انت تبقى فاهم هم فكروا في ايه قبل ما يجوا لك، او هم محتاجين مود التصوير بتاعهم يبقى عامل ازاي، تتفقوا على الميعاد، تتفق وتشوف هم في دماغهم ايه، او هم عايزين حاجه معينه ينفذوها ولا لا، ولا هم هيبقوا فاهمين هم هيتصوروا ازاي ولا مش فاهمين، هم هيفهموك اصلا ولا مش هيفهموك. فبالتالي عشان انت ما ينفعش تروح يوم التصوير مباشره كده خلاص يا جماعه يلا بقى نتصور يلا مش عارف نعمل ايه خلاص كده الموضوع انتهى، لا خالص. لازم يبقى العريس والعروسه عارفينك وعارفين شخصيتك، عشان لما تروح السيشن هم يبقى عارفين انت هتتعامل معاهم ازاي، هم عارفينك اصلا مسبقا وعارفين ان الشخص ده جاي هيتعامل معاهم ازاي، هم فاهمين طريقته، فاهمين هم دماغهم فيها ايه، او هم اصلا عاملين ميتنج مع بعض، فاحنا عارفين احنا هنروح بقى السيشن هنقف ازاي وهنعمل ايه وكل الكلام ده. تمام، دي رابع حاجه او تالت حاجه. رابع حاجه، ما تدخلش حد السيشن مع العروسه ابدا. حاول بقدر الامكان انك لو رايح لوكيشن المكان فيه زحمه او ايا كانت اللوكيشن انت رايحه، فبالتالي بيبقى فيه طبيعي بيبقى فيه امن على الباب بتاع اللوكيشن اللي انت رايحه، فما تدخلش حد مع العروسه غير بنت تكون هي اصلا العروسه بتثق فيها، عشان الكتره جوه بتعمل لك دوشه بحيث انك مش هتعرف اصلا تاخد راحتك. اول حاجه العروسه تبقى مكسوفه، او هتبقى اصل صاحبتها بتبص عليها، اصل خالتها بتبص لها، اصل عمها بيبرق لها، ده كله هيشوش عليك انت في الصوره بتاعتك، هيخلي العروسه مش واخده راحتها في التصوير. لازم انت وانت بتدخل العريس والعروسه بتوعك من اللوكيشن، حاول بقدر الامكان انك تقول لي على البوابه انا عاوز العريس والعروسه واحده مع العروسه فقط لا غير. وكويس، لازم تبقى معاك البنت اللي مع العروسه دي تبقى العروسه مرتاحه لها اصلا، وانها لما تيجي تظبط لها الفستان وخلي البنت دي معاك على طول، بحيث انك لما تقول لها ظبطي الفستان للعروسه، عشان انت ما ينفعش تلمس العروسه، ما ينفعش باي حال من الاحوال انك تلمس العروسه ابدا. تمام، دي رابع حاجه. خامس حاجه، وانت بتصور الصور الجماعيه ما ينفعش توقفهم شخص قدام شخص ورا شخص قدام شخص ورا، لازم يبقى كلهم على خط كلهم كده افقي، عشان الفوكس لازم كلهم يبقى ان فوكس، ما ينفعش حد فيهم يبقى اوت فوكس. طيب احنا نحل المشكله دي ازاي؟ لان طبعا انت مش هينفع كل واحد ايه طب خش قدام شويه طب ارجع ورا سنه، مش هينفع. انت لازم تبقى كريتيفيتي معاهم خالص، هما خلاص عايزين يقفوا كده تمام مفيش مشكله، انت بقى كفوتوجرافر هتعمل ايه؟ انت كل اللي عليك انك هتضيق فتحه العدسه، عشان الديبسو فيلد اللي ما ينفعش الشخص يبقى ايه شخص كده وشخص كده، فبالتالي انت موسع العدسه زي مثلا 1.8 او 2.8 ما فيش الكلام ده. لازم اقل حاجه خالص تبقى مثلا
فاتحه 3 او فاتحه 4 ونص وهكذا، بحيث ان كله يبقى جاي ان فوكس، ما ينفعش حد يبقى اوت فوكس عشان دي بيبقى صورتها وحش قوي مع العريس وهو بيستلم منك الصور. ما ينفعش ان يبقوا اربعه مثلا او خمسه واقفين، اللي في النص جاي ان فوكس واللي بره او الثالث والرابع والخامس جايين اوت فوكس، فده ما ينفعش طبعا لان هو وشهم هيبقى بلور. تمام، دي رقم 5. رقم 6، وانت بتصور صوره وما ليكن مثلا في حاجات في الباك جراوند، انت في امكانياتك ان انت تشيل الحاجات دي من وراها، ما تصورش الصوره وترجع تقول انا هبقى اشيلها بالفوتوشوب. غلط، لازم تطلع بقدر الامكان السورس بتاعك من الكاميرا، مش محتاج ايديت ولو بنسبه 20%. هو لازم انك تعمل ايديت، لازم انك تعمل ايديت. الايديت حاجه طبيعيه جدا من الشغل بتاعنا، او هي مرحله من مراحل الصوره. تمام، بس ما ينفعش انت تصور الصوره يعني الاضاءه بتاعتها عاليه قوي وتقول ده انا في الفوتوشوب هبقى اقللها. لا، طب ما انت في ايدك او في امكانياتك انك تقلل الاكسبوجر بتاعك وتصور الصوره تاني وتطلع كرياتيفيتي معاك بالكاميرا. فعشان انت في الايديت ما يبقاش اعتمادك على الايديت بنسبه 90% والتصوير مثلا 10%، لا، لازم يبقى اعتمادك على التصوير بنسبه 60% او 70% وال 30% التانيين بالفوتوشوب. انت بتبقى انت بتصور عارف انك هتشيل دي بالفوتوشوب وهتقدر تشيلها كويس قوي. ما ينفعش يبقى في شخص في الباك جراوند وانت ممكن تقول له بعد اذنك ممكن تتحرك بس قدام شويه او لورا شويه وتكبر دماغك. لا، ما ينفعش، لازم انك تبقى مركز في كل تفصيله وازاي الصوره هتطلع من الكاميرا بتاعتك مباشره كويسه جدا وشكلها حلو قوي في الفوتوشوب، تحط عليها ريتاتش بنسبه 5% او 10% كده تبقى الصوره لذيذه جدا. رقم 7، ما تعملش ايديت كتير على الصور بتاعتك، ما تعملش ايديت كتير على الصور بتاعتك، ايديت بسيط احسن من ايديت اوفر ايديت خالص. يعني ما ينفعش انك تسيح الوش، ما ينفعش في حاجات كتير قوي، وحاجات كتير قوي هعرف لكم على القناه ان شاء الله مقدما. بس اهم حاجه انك تلتزم بمواعيدك قوي 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 مع العريس والعروسه. سابع حاجه او تامن حاجه، تامن حاجه لو انت مركز فانت هتعرف سابع او تامن او تاسع بقى، دي حاجه ترجع لك. سابع حاجه، ما تخليش حد يشتت تفكيرك، ما تخليش، اصل اكيد كل عيله فيها واحد كده بيتذاكى ويطلع لك من تحت الارض ويقول لك انا مصور، انا بعرف اصور، اصل انا ممكن اساعدك. لا، انت معاك اسيست بتاعك، هو فاهم دماغك، انت فاهمه هيعمل ايه، او انت مفهمه ومرسيه هو هيعمل ايه بالظبط. ما تخليش بقى حد يجي يقول لك طب انت ليه موقفش العريس والعروسه الوقفه دي، طب ما ممكن تعمل لهم كده، طب ممكن تحط الاضاءه هناك كده، هو ملوش فيه. انت حاول بقدر الامكان انك تفهم الشخص ده من اول كلمه معاه ان هو ملوش علاقه ده كل حاجه في وشك. ما ينفعش تيجي بعد السيشن ما يبوظ تقول للعريس اصل كان ابن عمك بيقول لي اعمل كذا، هو وقتها يقول لك انا ماليش دعوه، انا ليا باللي انا دافع له فلوس وجايبه عشان يصورني ويطلع لي كواليتي كويس جدا جدا. تمام، ده كان الفيديو بتاع النهارده، واتمنى هو يكون بسيط على قلبكم ويكون ايه كل حاجه كده كرياتيفيتي معاكم وتطلعوا كده اجمد ناس في الكوكب. واتمنى لكم التوفيق دايما ان شاء الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك في القناه بقى وتظبط دنيتك كده معانا، عشان احنا ان شاء الله الفتره الجايه نعمل فيديوهات جميله جدا جدا وتعجبكم. بيس.